ننتقل دكتور هيثم إلى الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري اللي بيكلمنا مباشرة من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات. محمود بحييك من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وضعنا في المشهد أكثر لديك. صباح الخير يا سارة، وصباح الخير على كل المشاهدين. بنصبح عليكم من داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وتحديدا من غرفة العمليات التي لازلنا نتابع سير العملية الانتخابية في اليوم الثالث على التوالي من خلال السادة القضاء المتواجدين هنا في داخل غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية في 27 محافظة. منذ قليل انتهى المؤتمر الصحفي الأول في اليوم الثالث والأخير لعملية التصويت في الانتخابات الرئاسية للمستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات. خلال هذا المؤتمر يعني تواصل مع عدد من رؤساء اللجان العامة في المحافظات للتأكد من فتح كل اللجان في تمام الساعة 9، وتم التأكد من فتح جميع اللجان عدا لجنة واحدة كانت في الوراق وتم فتحها في تمام الساعة 10 صباحا، وتأكد من سير العمل في كل اللجان. وهناك أيضا بعض رؤساء اللجان الذين أكدوا على الإقبال الكثيف منذ ساعات الأولى من صباح اليوم الثالث على اللجان، خاصة في محافظة كفر الشيخ، حيث أشار رئيس اللجنة العامة هناك بأن هناك ملحمة وطنية كبيرة يعني يقدمها أهالي كفر الشيخ في إقبال غير مسبوق لهذه المحافظة في هذا الاستحقاق الانتخابي. وبدوره وجه المستشار أحمد بنداري الشكر لكل الناخبين المشاركين في العملية الانتخابية، ودعا جموع الشعب المصري للاستمرار والنزول أيضا والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، خاصة في هذا اليوم الثالث والأخير حتى الساعة 9 مساء. وأيضا أكد على النقطة التي لازال يؤكد عليها كل يوم لرؤساء اللجان بضرورة التواجد والسماح لكل المواطنين بالتواجد داخل اللجان العامة، والسماح لهم بالإدلاء بصوتهم حتى خروج آخر ناخب من المركز الانتخابي. اليوم وأثناء هذا المؤتمر كانت هناك أيضا جولة للمراسلين الأجانب المعتمدين لدى المركز الصحفي بالهيئة العامة للاستعلامات، وهذه نقطة هامة تحرص عليها الهيئة الوطنية للانتخابات منذ إصدار التصاريح الخاصة بالمنظمات الدولية أو حتى وسائل الإعلام. نتحدث عن أن الهيئة أصدرت ما يقرب من 14 منظمة دولية، بالإضافة إلى ما يقرب من 528 تصريح للمعتمدين للمراسلين الأجانب. وقد تحدثت مع بعض هؤلاء المراسلين يعني عن متابعتهم للعملية الانتخابية، أكدوا على عدة نقاط هامة. أولا تسهيل مهام عملهم بالتعاون والتنسيق بالطبع مع الهيئة العامة للاستعلامات من خلال الجولات التي نظمت لهم سواء هنا في القاهرة أو كانوا في محافظة شمال سيناء، وزيارة لرفح وبئر العبد أيضا وبعض الأمور الأخرى. أكدوا على تسهيل المهام لكل المتواجدين وتسهيل أيضا الإجراءات المقدمة للناخبين، وأكدوا على الإقبال الكثيف الغير مسبوق. وبالتأكيد سنتابع معكم كل الإجراءات من داخل الهيئة الوطنية للانتخابات وغرفة العمليات الخاصة بالهيئة. جزيل الشكر لك مراسل التلفزيون المصري محمود جميل، كنت معنا مباشرة من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات.